ويسعد لي مساكم متابعينا الغاليين، مساكم جميل من شركة مجمع شامل فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. اليوم راح أغطي لكم أقسام جميلة، أقسام مهمة في حياتنا اليومية، اللي هو قسم البلاستيكيات أو قسم المنظفات اللي بنستهلكها في حياتنا اليومية عادة، واللي بنشوفها برا بأسعار مضاعفة في شركة مجمع شامل، وفرناها لكم ب5.75 ريال هللة لأي منتج بتحبوه، سواء الكاسات، الصحون، أكياس النفايات الله يكرمكم، أو حتى السفر بجميع مقاساته، أو حتى البلاستيكيات، أو حتى صحون الألمنيوم أو البستور. نبدأ نشوف من قسم الأقواب الموجود فيه، سواء أكواب الورق للقهوة العربي أو الصغيرة، أو أكواب الورق للشاي أو النسكافيه، أو حتى الأكواب الكبيرة. عندنا هنا هذه حتجيكم صغيرة بالقهوة العربي، أو إذا حابين تاخذوها الإسبريسو كمان حتجيكم بغطاء كذا، حتاخذوها ب5.75 ريال هللة. عندنا هنا حتاخذوها كذا كبيرة 15 كوب مع غطاء ب5.75 ريال هللة. عندنا كمان وصلتنا جديدة هذه الفناجين القهوة العربي، طبعا حتجيكم إكريليك، تقدروا تستخدموها أكثر من مرة، وتقدروا تستخدموها مرة واحدة وتستغنوا عنها. هتاخدوها نفس الشيء المغلف ب5.75 ريال هللة. جاي منها ألوان الأبيض والبينك وحتى البيج، كولكشن واسع لأكواب الورق، سواء اللي مكتوب عليه عبارات بالشكل هذا، أو اللي بتجيكم سادة، أو بتجيكم بغطاء أو من غير غطاء. الألوان تختلف ما بين الأبيض إلى البيج إلى حتى اللون الأسود. عندنا كمان هذه بتجيكم مرسومة كده عليها فواكه حلوة مرة للموهيتو والعصيرات المثلجة والباردة. طبعا حتاخدوها بالأغطية، المغلف فيه حيكون 30 كاسة أو كوب ب5.75 ريال. اللي عندهم مشاريع، الأسر المنتجة، اللي عندهم حتى كشكات أو عندهم مشاريع تخصهم، حابين تاخذوا أكواب ورق، اللي عندهم كمان مناسبات حابين ياخذوا أكواب ورق، أكواب بلاستيك، حابين ياخذوا بلاستيكيات والمنتجات المستهلكة، لا يفوتكم القسم اللي عندنا. عندنا هنا أكواب ورق حتجيكم بالشكل هذا أو بلاستيك، فيها المغلف 200 حبة ب5.75 ريال هللة. المصاصات وصلتنا ما بين الكبيرة اللي بتجيكم بالشكل هذا حلوة مرة للموهيتو، أو حتى العصيرات المثلجة أو سلاش، أو حتى لإيه للعصيرات اللي يكون فيها قطع فواكه فريش. هنا حتجيكم على أنحى الحلو، الميزة الحلوة فيها إنه داخل الكيس هذا المغلف الكبير مغلفات من المصاصات، يعني كل مصاصة له تغليف لوحده. عندنا هنا الأكواب البلاستيك الشفافة بالأغطية بالمقاسات المختلفة، حتجيكم بمقاسين مختلفين، الكبيرة شوية أو اللي بتجيكم صغيرة، داخل كل مغلف 19 حبة، وعندنا المقاس الثاني حيجيكم الأصغر، حيجيكم تقريبا في 24 حبة، حتاخذوا المغلف ب5.75 ريال هللة. هنا عندنا كمان شكل، وعندنا كمان هذا الشكل اللي حيجيكم بقطع بالشكل ده مرة حلوة. نفس الشيء حتاخذوا المغلف ب5.75 ريال هللة. شوفوا كولكشن واسع للبلاستيكيات أو المنتجات أو المواد المستهلكة اللي بنحتاجها إحنا في حياتنا اليومية. هنا عندنا كمان الصحون البلاستيك أو الزكريات البلاستيك للفول أو حتى للبليلة مرة حلوة. هتاخذوا 25 حبة بغطاها ب5.75 ريال هللة. عندنا كمان الصحون هذه حتجيكم قصدير أو ألمنيوم بغطا، الحلو فيها إنكم حتقدروا تدخلوها الفرن الكهربائي أو الفرن عامة، تعملوا فيها أحلى صينية بشاميل، بسبوسة أو حتى كيك. حتاخذوا المغلف ما بين القطعة إلى القطعتين ب5.75 ريال هللة. عاد صحون الألمنيوم أو القصدير، شوفوا ما شاء الله تبارك الله رف كامل لو بجميع المقاسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمنيو. عندنا هنا كمان كولكشن واسع لصحون الميكروويف أو الزبديات الميكروويف أو الزبديات البلاستيك اللي بنحتاجها حتى في تخزين بقية الأطعمة، أو حتى بتحتاجوها لدواماتكم اللي حابين تاخذوا معاكم الأكل جاهز من منازلكم آمنة.
على المايكرويف، يعني تدخل المايكرويف بكل سهولة، ما بين اللي بتجيكم مقسمة، ما بين اللي بتجيكم برف، عفوا بخانة واحدة، حتاخذوا المغلف حيكون من 3 إلى 6 على حسب الحجم، 5.75 ريال. هلا لا، هذه حتجيكم مقسمة، شوف كيف 4 أقسام تقريبا. عندنا كمان القدور الميني اللي هي هذه، انتوا عارفين انه هذه تطلع على النار، بصراحة انا انصدمت لما عرفت تقدروا تطبخوا فيها. حتاخذوا نفس الشيء، القطعة ب5.75 ريال. هلا جميع الزبديات اللي بتحتاجوها لمشاريعكم او حتى لتخزين بقية الاطعمة متوفر شركة مجمع الشامل. شوفوا هذا كمان العلب البلاستيك، حتجيكم مربعة بغطاء استخدام اكثر من مرة او حتى مرة واحدة، حتاخذ المغلف وبنفس السعر. المستطيل والدائري وحتى المربع. هنا عندنا كوليكشن واسع للصحون للالمنيوم او القصدير. عاد هذه استخداماتها مرة كثيرة، سواء بتعملوا فيها الحلويات الساخنة أو حتى بتعملوا فيها الموالح. حتاخذ المغلف نفس السعر 5.75 ريال. هلا لا، أذكركم بفروعنا جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت، الرياض مخرج 29 شارع بلاد ربا، بالنسبة لشارع حياة خالدية والضيافة. الحلو اللي وصل عندنا في شركة مجمع الشامل هذه الورد، هذه ورد الزبدة أو ورد كراف، حلوة مرة للقلاية الهوائية، حتجيكم بمقاسات مختلفة بين لونين البيج أو حتى البني. هذا الحلو فيها إنكم بتقدروا تجدوا فيها البطاطس، الدجاج المبهر، أو حتى بتقدروا تعملوا فيها أحلى كيك من أناملك. ضعي الخليط فيه، دخليه في القلاية الهوائية، حتاخذي المغلف ب5.75 ريال. هذا بصراحة لقيته أنا في المواقع سعر أغلى من كذا، وشركة مجمع الشامل وفرت لكم بأرخص الأسعار. هنا عندنا كوليكشن واسع لسلك النحاس أو حتى الإسفنجات، حتاخذوا المغلف وبنفس السعر. شوفوا معايا هذه تجيكم بالشكل هذا عشان يدينك ما تتوسخ من الكلور من سائل غسيل الصحون. خذي هذا المنتج مرة جميل. عندنا هذا منتج ثاني، حجيكم 2 في 1، بتضعوا هنا سائل غسيل الصحون وبتفركوا الصحون او القدور بكل سهولة. مرة جميل، هتاخذوا القطعة بنفس السعر. عندنا هنا الاسفنجات، نجيكم كذا مغلف اسفنج صحون مع سلك نحاس، حتاخذوا كذا المجموعة ب5.75 ريال. هللة. وعندنا كمان كوليكشن واسع لاسفنج المواعين او النحاس بشكل عام. حنوريكم هنا ما بين اللي بتجيكم شوية قاسية لينة، ما بين اللي بتجيكم صغيرة المتوسطة الى الكبيرة، جميلة جدا. السعر والأروع. عندنا هذه من شركة قيمو، طبعا حتجيكم 9 حبات في البوكس ب5.75 ريال. هذول جدا جميلة وعن تجربة. عندنا الشكل هذا كمان، هتاخذ نفس الشيء المغلف ب6 حبات ب5.75 ريال. هذول. وعندنا هذه الأشكال حتجيكم كذا سادة من غير أي جهة ثانية خشنة، حتاخذوها ب5.75 ريال. هلا في بدور أو صحون تكون شوية حساسة ما يحتاج لها سلك المواعين أو يحتاج لها الجهة هذه الخشنة، هذه مرة راح تفيدكم بإذن الله. راح أحطلكم قسم الملابس بيوم آخر. إذا حابين تشوفوا تغطياتنا اليومية تابعونا على حسابنا في انستغرام ستوري او حتى في سناب شات، عندنا تغطيات يومية وكل جديد يوصل في المركز، سواء لفرع جدة او فرع الرياض او فرعين خميس مشيط
أو حتى فرع الخبر اللي هو بمسمى شركة عالم الأسعار. ورق الزبدة عندنا بجميع المقاسات اللي بتحتاجوها بتجيكم مخصوصة جاهزة، بس انتو خدوها وحطوها في الصينية اللي بتعملوا فيها أكلكم أو حلوياتكم، سواء للكوكيز وحتى للبيتزا. أنا صراحة استخدمها حتى للمعجنات البيتزا، جدا جميلة عشان ما تتغلبي في غسيل الصواني بعد الطهي، مرة حلوة. هتاخد المغلف ب5.95 ريال، هلا طبعا مقاسات مختلفة، هيجيكم هنا مكتوب فيها مقاس، هذه دائرية جاية، هذه مرة حلوة للكيك، هيجيكم هنا المقاس مكتوب، وكم في المغلف 40 حبة، عندنا هنا هيجيكم أكبر، وكم في المغلف مكتوب في نفس الغلاف الخارجي. عندنا كمان أكياس الشواء بالفول للدجاج. طبعا حتاخذ كذا المغلف 5.75 ريال. ورق الزبدة أو ورق الساندويتش، هذا اللي كلنا بنحتاجه في منازلنا، سواء للساندويتشات أو حتى للمقليات، جدا جميل. عندنا ورق الزبدة هذا بالمقاس الأصغر اللي يجيكم 6 إنش، 80 حبة، في المغلف ب5.75 ريال، مكسوس جاهز دائري. البنات اللي بيحملوا الدفاحات أو عندهم مشاريع الكيك بيفوتكم، مرة راح يريحكم من القص الدائري لصوانيكم. هذا 6 إنش، في عندنا كمان مقاسات أكبر. عندنا كمان ورق الزبدة اللي حيجيكم رول بالشكل هذا، اللي حابين تاخذوه حيجيكم كذا رول بالشكل هذا، وانتو تقصوا الحجم اللي تبغوه، حتاخذوا نفس الرول ب5.50 ريال. ورق القصير، ورق تغليف الطعام، النايلون أو الفواكه، ونفس الشيء حتاخذوا الثلاثة كسات كذا بالشكل هذا ب5.75 ريال. وكمان عندنا البلبسات من استخدام اليومي للمطابخ، طبعا هذه حتجيكم من غير بودرة، مرة حلوة إذا حابين تعجنوا عجينة بيدينكم، حابين تاخذوها حتى لتدبيق الدجاج، أو حتى إذا حابين تصبغوا شعركم. عندنا كمان وصلت البلبسات هذه البلاستيك عشان تحافظي على نامك الجميلة دايما ناعمة ورطبة، خذي هذه أثناء الغسيل أو غسيل المواعين. طبعا حتاخذوا الزوج 5.75 ريال، طبعا في منها مقاسات مختلفة. عندنا هذه تجيكم في المغلف 2 أزواج، حتاخذوها وبنفس السعر. وعندنا هذه بتجيكم مغلقة من الداخل بقماش، عاد هذه روعة روعة روعة. وهنا عندنا كمان كوليكشن واسع لجميع احتياجاتكم اليومية، سواء هذا الشيء الجميل، هذا عبارة عن ايه؟ حيجيكم صفيحة للشواء، إذا حابين تشووا البطاطس المشوية أو حابين تعملوا الدجاج أو السمك، حطوا هذه في الصينية وأشووا بكل سهولة. طريقة استخدامها مكتوب هنا على الكرتون، أجيكم بمقاسات مختلفة ما بين المستطيل إلى الدائري، حتاخذوا القطعة في الكرتون ب5.75 ريال. عندنا هنا عالم واسع متكامل لأكياس حفظ الأطعمة، حفظ اللحوم والدجاج والأسماك، وحتى ساندويتشات أو التست، وحتى للخضار والفواكه إذا حابين تحفظوا. جميع المقاسات اللي بتحبوه متوفرة، 70 كيس في البوكس أو 80 كيس بحسب الحجم. هنا الحجم مكتوب 12 ب25 سنتي، انتو خذوا اللي يناسبكم. مرة جميل، حتى القفل حقته، القفل حقته بشكل هذا سحاب، شايفين؟ هذا سحاب، أوريكم هنا الشكل، شوفوا هو هذا، حيجيكم سحاب. طبعا تقدروا تفرزنوه في الثلاجة تحفظوا فيه، وحتى لو حابين تاخذوا معكم كوكيز سناك لخرجاتكم لأطفالكم، أو حتى أثناء دوامكم، جميل جدا. حتاخذوه ب5.75 ريال. الجميل فيه حيكون هنا في خانات تسجلوا فيه اسم
اسم الوجبة اللي انتم مسوينها، بالذات اللي يعملوا مفرزنات، والتاريخ، الأشكال تختلف والسعر واحد، والمقاسات برضو تختلف. 5 ريال تنسبهم هذا لا نايلون البلاستيك، الرول الكبير هذا وصل عندنا، نفس الشيء المغلق حيكون نفس السعر. تعال شوية نشوف مسحوق الغسيل اللي وصل عندنا من بنتايد إلى أومو، حتاخذوا كذا 6 مغلفات أو 5 ريال 75 هللة. والفحم موجود عندنا، سواء الفحم هذا المكعبات أو الفحم سريع الاشتعال، حتاخذوه بنفس السعر سواء مغلف أو 2 ب5 ريال و75 هللة. حتى الفحم الملون وفرناه من جديد اللي هو هذا، جميل جدا لو تاخذوه لتوزيعات. جميع أشكال الفحم اللي بتحتاجوه متوفر في شركة مجمع الشامل. هذه هي المكعبات، حجيكم الشكل هذا. عندنا هنا شكل آخر أو مواد أخرى لمسحوق غسيل أو بودرة الغسيل، سواء اللي بتجيكم بودرة بالشكل هذا، براندات مختلفة، سواء اللي بتجيكم معطرة أو غير معطرة، وحتاخذوا المغلف 5 ريال و75 هللة. براح أحد اللفندر، الزهور، وكمان الوزير وصل عندنا من جديد اللي هو هذا، نفس الشيء مسحوق غسيل، حاجيكم 3 في 1، حتاخذوا برائحة العود أو بروائح أخرى المغلف 5 ريال و75 هللة. خلوني بس أختم لكم تصوير اليوم من هذا الجسم للسفر اللي بنحتاجه، سفر طاولة الطعام سواء للجلسات الأرضية أو للطاولات، تقدروا كمان تاخذوه وتستخدموه لحماية الدواليب من الداخل، تتمسح بكل سهولة. طبعا المتر حيجيكم ب5 ريال و75 هللة. أشكال عندنا هنا كمان في أشكال أخرى، جميع المنتجات متوفرة بجميع فروعنا، عشان تعرفوا المنتجات اللي واصلتنا بشكل يومي بأي فرع انتم فيه، سواء في جدة أو الرياض أو 5 مشايخ، لكل فرع أو حتى شركة عالم أسعار، لكل فرع في له حساب سناب وانستا. عندنا هذه السفر للثلاجة أو الدواليب، لعرفة الثلاجة أو الدواليب حتاخذ المتر 5 ريال و75 هللة، جدا جميلة. هنا أشكال أخرى، سواء اللي بتجيكم في من الحروف العربية منقشة مهردة، وحتى النايلون الشفاف اللي هو هذا وصل عندنا، هتاخذ المتر بنفس السعر. شوفوا هذا، أنا مرة حبيتها، حلوة مرة، شكلها جدا جميل. تقدروا تاخذوها مثلا وتعملوا فيها ديكور حائط بالنسبة لهذا الشكل، كورنر كوفي، أو اللي عندهم حتى محلات مرة رخص فيه، شكلها جدا جميل. هنا عندنا أشكال أخرى، الله، هذه كلها فرح وكلها جمال، روات جدا جميلة. حتى فيهم الليمون أو فيهم الشالكي وفرنا، تاخذ المتر ب5 ريال و75 هللة. اشكركم على حسن المتابعة والاستماع، نشوفكم باذن الله في تغطيات اخرى من شركة مجمع الشامل، فرع 6 شارع 60 شمال دوار الفلك امام البيت. لا تنسوا تتابعونا على حسابنا الانستغرام او سناب للفرع اللي انتم فيه، سواء جدة او الرياض او 5 مشايخ، وحتى شركة عالم الاسعار. عندكم اقتراح او حابين نوفر لكم منتج، لا تنسوا تتواصلوا معي على الدايركت، ويومكم سعيد.